السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد في مادة الرياضيات. درسنا اليوم استكمال للأعداد اللي احنا بدأناها حبايبي من بداية الترم. وقبل ما نعرف أعدادنا الجديدة النهاردة، يلا بينا نقوم بالروتين اليومي بتاعنا. نبدأ الروتين اليومي عندنا هنا حبايبي. أول حاجة في النتيجة، الجزرة بتاعتي عند شهر ايه؟ شهر أكتوبر. وشهر أكتوبر ده حبايبي ترتيبه كام في شهور السنة؟ برافو عليكم أحسنتم، الشهر العاشر. طيب شهر أكتوبر في يوم كام؟ اليوم 22. حلو جدا. طب بيوافق كام يا حبايبي في أيام الأسبوع؟ يوم الثلاثاء. نقرأ يا حبايبي الساعة. أنا عندي في الساعة بتاعتي كام عقرب؟ 2، عقرب صغير وعقرب كبير. العقرب الصغير بيكون على الأرقام اللي بتقول لي الساعة بتاعتي دلوقتي. طب والعقرب الكبير لازم يكون على الرقم 12. طيب أنا دلوقتي عقرب صغير على رقم كام؟ رقم 9. يبقى الساعة دلوقتي كام؟ 9 بالضبط. 9 كام يا حبايبي؟ بالضبط. يلا حبايبي نشوف النهاردة على جدول المئة، النهاردة اليوم الكام لينا في الدراسة؟ النهاردة اليوم الرابع. هروح على جدول المئة وهعمل مربع على اليوم الرابع. طيب هروح امثله على اطار الخمس خانات، هحط كام دايرة؟ هاي حبايبي هحط 1 2 3 4، هحط كام؟ 4، لان النهاردة اليوم الرابع لينا في الدراسة. هاجي هنا حبايبي عند حاوية الاعداد، عندي عشرات ومئات. طيب انا قلت ان النهاردة اليوم الرابع ليا في الدراسة، يبقى انا هحط في خانة الاحاد كام عصاية؟ ها هحط 1 2 3 4. برافو عليكم احسنتم. هيا نقرأ يا حبايبي مع بعض العدد اللي قدامنا. 51. 51. احنا اخدنا حبايبي ان الاعداد ليها بيوت. الاعداد ليها ايه؟ بيوت. واخدنا لحد دلوقتي حبايبي كام بيت من بيوتنا؟ 2 يا ميس. 2، برافو عليكي. اول بيت الاحاد، برافو عليكي. وثاني بيت العشرات. وقلنا ان الاحاد بيت بخيل. الاحاد بيت ده ايه؟ بخيل. بياخد الارقام بس لحد الرقم 9. برافو عليكي احسنتي. طب بيت العشرات بيت ايه؟ بيت كريم. بيت كريم. الرقم اللي بيدخل فيه بيطلع بايه؟ صفر. بصفر. برافو عليكي. طب احنا هنا عندنا في 51، الواحد في خانه او في بيت الاحاد. احسنتي. طب والخمسه في بيت العشرات. في بيت العشرات. واحنا قلنا حبايبي ان احنا في الاحاد لحد 9. طب لو انا عندي عايزه ازود عليها واحده تبقى 10، هعمل ايه؟ هعمل حزمه احطها في بيت العشرات. احسنتي. طيب نشوف بعد كده، لو انا عايزه ازود واحد في خانه الاحاد، هيبقى بعد العدد 51 هيبقى كام؟ 52. احسنتي. طب لو انا عايزه ازود واحد كمان هيبقى ايه؟ 53. هو انا الواحد اللي بزوده ده في خانه الاحاد ولا في بيت العشرات؟ في بيت الاحاد. بيت الاحاد. احسنتي. طب بعد ال 53 ايه؟ 54. احسنتي. طب بعد ال 54؟ 55. ازود عليها واحد في خانه الاحاد؟ 56. احسنتي. 56 ازود عليها واحد خانة الأحاد؟ 57. طب قولي لي بقى أنت العدد السابق. 56. أحسنتي. برافو عليكي. طب العدد التالي 56. 57. 57 هحط عليها واحد في خانة الأحاد. 58. أحسنتي. بعد 58 إيه؟ 59. عاوزة أزود عليها واحد. أنا عندي في خانة الأحاد هنا إيه؟ 9. 9. طب 9 زائد واحد كام؟ 10. طيب العدد 10 ده ينفع أحطه في خانة الأحاد؟ لا، هيبقى عندي العدد إيه؟ كبير. العدد ده في الاحاد ما ينفعش ياخد لحد كام؟ لحد 9. لحد 9. لحد كام؟ 9. طيب انا هعمل ايه دلوقتي حبايبي؟ هحط صفر في خانه الاحاد والواحد هرحله في خانه العشرات. طب انا في العشرات عندي كام؟ 5. 5. ال 5 زائد 1 كام يا حبايبي؟ 6. طيب انا العدد بتاعي كام؟ 60. معايا حبايبي هنا نوع من الاسئله، يلا كده نستهجى مع بعض. رتب تصاعديا. طيب احنا قلنا حبايبي نرتب تصاعديا كنا بنحله ازاي؟ من الصغير للكبير. من الصغير للكبير. يلا حبايبي نقرا الاعداد كده مع بعض. 55. 57. 51. 56. 53. 52. 54. احسنتي. طيب هنا حبايبي هنبص على اول بيت. بيت ايه؟ بيت الاحاد. هشوفه في كل عدد عندي مختلف ولا لا. يلا كده يا حبايبي نشوف مع بعض. عندي اول عدد كام؟ 5. 5. 7. 1. 6. 3. 2. 4.
طيب يبقى الأحد عندي ايه؟ بيتغير. طب نبص على ايه؟ بقيت العشرات، نشوف بقيت العشرات هو كمان بيتغير معايا ولا ثابت؟ طب يلا حبايبي كده نشوفه مع بعض. ها خمسة، يبقى انا عندي في العشرات كام؟ خمسة. يبقى انا لما هاجي ارتب دلوقتي حبايبي هبص على خانة الأحد عشان هي اللي بتتغير معايا، وانا دلوقتي هرتب من الصغير للكبير، من الصغير لايه؟ للكبير. طب يلا كده حبايبي مع بعض نبص على اصغر عدد في الاحاد. ها اصغر عدد عندي ميس واحد وخمسون. واحد وخمسون. طيب هعمل ايه؟ هشطب عليه من فوق، ما انساش حبايبي اشطب عليه وانزل اكتبه في النقط. طيب انا حبايبي هنا شطبت على العدد عندي واحد وخمسون، يلا اشوف تاني اصغر رقم موجود عندي في الاحاد. ها اثنين وخمسون. اثنين وخمسون. انزل اكتبها من غير ما اشطب عليها؟ لا لازم اشطب عليها، اشطب عليها وبعد كده انزل اكتبها فين؟ تحت. طيب بعد اثنين وخمسون ها ثلاثة وخمسون، اشطب عليها من فوق وانزل اكتبها بسرعة تحت. بعد الثلاثة وخمسون اربعة وخمسون، اشطب عليها ميس واكتبها تحت. احسنتي برافو عليكي. اربعة وخمسون. هي تفضلي كام؟ خمسة وخمسون وستة وخمسون. مين فيهم الاصغر؟ خمسة وخمسون. احسنتي. هشطب عليها ولا سيبها؟ لا هشطب عليها، هشطب عليها وانزل اكتبها تحت. برافو عليكي. تفضل عندي كام؟ ستة وخمسون. هشطب عليها ولا سيبها؟ لا هشطب عليها، هشطب عليها. احسنتي. دلوقتي حبيبي تفضل عندي العدد كام؟ سبعة وخمسون، هو اخر رقم معايا وهو اكبر رقم معايا، هشطب عليه وهنزل اكتبه تحت. نستكمل حبايبي الاعداد بتاعتنا. بعد الستون كام؟ انا هزود واحد في خانة الاحاد، هيكون واحد وستون. طيب هزود واحد كمان، اثنين وستون. انا حبايبي بزود فين؟ بزود في خانة الاحاد، في بيت الاحاد، كل مرة بزود واحد بس. طيب بعد الاثنين وستون، برافو عليكم، ثلاثة وستون. هزود كمان واحد، اربعة وستون. واحد كمان، خمسة وستون. بعد الخمسة وستون، ستة وستون. هزود واحد، سبعة وستون. واحد كمان، ثمانية وستون. بعد الثمانية وستون ايه حبايبي؟ تسعة وستون. هزود واحد. انا عندي في تسعة وستون عندي رقم تسعة، رقم تسعة ده في بيت ايه؟ في بيت الاحاد. طب لو انا هزود عليه واحد هيبقى ايه؟ هيبقى عشرة. طيب خانة الاحاد يا حبايبي احنا عارفين ان هي بتاخد لحد العدد تسعة بس. طب انا هعمل ايه يا ميس؟ انا هحط الصفر بتاعي في خانة الاحاد. طب انا اتفضل كده عندي واحد، الواحد هحطها في خانة العشرات على الرقم اللي موجود عندي. طب انا عندي كام في خانة العشرات؟ عندي ستة. يبقى واحد زائد ستة هيديني العدد كام؟ هيديني العدد سبعون. يبقى انا العدد بتاعي كام يا حبايبي؟ سبعون. نشوف مع بعض يا حبايبي نوع من الاسئلة، ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي. انا هنا حبايبي عندي كفتين، كفة في اليمين وكفة في اليسار، وبينهم مربع فاضي هحط فيه علامتي. اقرأ الاعداد، اقرأ العدد اللي في كفة اليمين خمسة وستون. طب وفي كفة اليسار ستة وخمسون. طب انا يا ميس مش عارفة احلها، هبص على خانة العشرات هشوف بيت العشرات عندي فيه العدد كام. في بيت العشرات في كفة اليمين عندي ستة، طب وفي كفة اليسار عندي خمسة. مين فيهم الاكبر يا حبايبي، الستة ولا الخمسة؟ احسنتم، الستة. يبقى خمسة وستون اكبر من ستة وخمسون. نشوف السؤال اللي بعده. انا عندي هنا في كفة اليمين مسألة جمع، هعرف احلها كده؟ اجمع الاول واحط العدد بتاعي جوه دايرة وبعد كده اشوف الكفة التانية. طب انا عندي عشرون زائد احدى عشر. يلا يا حبايبي، احاد مع احاد، عشرات مع عشرات. صفر زائد واحد كام؟ واحد. اثنين زائد واحد ها ثلاثة. يبقى انا العدد بتاعي كام يا حبايبي؟ واحد وثلاثون. ده في كفة اليمين، احطه جوه دايرة عشان ما انساش. طب وفي كفة اليسار عندي خمسة وخمسون. طيب ايه يا حبايبي العلامة هتبص فين؟ ها هتبص ناحية الواحد وثلاثون ولا هتبص ناحية خمسة وخمسون؟ مين فيهم الاكبر؟ احسنتم، يبقى الواحد وثلاثون اصغر من خمسة وخمسون. طيب نشوف السؤال اللي بعده. انا عندي في كفة اليمين ستة وستون، طب وفي كفة اليسار؟ في كفة اليسار عندي هنا مسألة جمع، يبقى انا لازم الاول اجمع واحط العدد اللي هيطلع لي في دايرة عشان خاطر ما انساش. طيب يلا حبايبي كده نجمع مع بعض، ثلاثة وثلاثون زائد ثلاثة وثلاثون. احاد مع احاد، وعشرات مع عشرات. ثلاثة زائد ثلاثة، احسنتم، ستة. ثلاثة زائد ثلاثة، ستة. يبقى العدد اللي طلع لي كام؟ ستة وستون، حطيته جوه دايرة عشان ما انساش.
الرميز ده انا كفه اليمين زي كفه اليسار الاتنين سته وستون، يبقى انا هنا يا حبايبي هحط علامه ايه؟ يساوي. برافو عليكم احسنتم. نشوف اخر سؤال معايا. انا عندي في كفه اليمين خمسه احاد، طيب وفي كفه اليسار عندي كام؟ خمسه عشرات. ايه ده؟ ده انا لازم اطلعها من بيوتها الارقام دي عشان خاطر اعرف احل مسالتي. طب خمسه احاد بتساوي ايه يا حبايبي؟ احنا قلنا الاحاد بيت فقير. الاحاد بيت ايه؟ فقير. الارقام اللي بتدخل فيه بتطلع زي ما هي. خمسه احاد بتساوي خمسه، هكتبها فوقيها جوه دايره عشان ما انساش. طب خمسه عشرات، ها الخمسه دي لما تطلع بره بيتها بتاخد صفر، يبقى خمسه عشرات بتساوي خمسون. طب نشوف كده مع بعض يا حبايبي. خمسه نقط خمسون، مين فيهم الاكبر؟ ها علامة أكبر من هتروح تاكل مين؟ هتروح تاكل الخمسون، يبقى الخمسة أصغر من خمسون. مع بعض يا حبايبي سؤالنا، أكمل العد بالآحاد، أعطيني أول عدد واحد وخمسون. طب هو هنا ميس عايزني أعمل إيه؟ عايزني أزود في الآحاد. أنا هقرأ واحد وخمسون، طب بعد الواحد وخمسون هزود واحد في خانة الآحاد، هيديني كام؟ أحسنتم، اثنين وخمسون. طب بعد الاثنين وخمسون ثلاثة وخمسون، بعد ثلاثة وخمسون ايه حبايبي؟ اربعة وخمسون. طب بعد الاربعة وخمسون خمسة وخمسون، وهو عطيني في العدد الاخير كام؟ ستة وخمسون. نقرأ كده مع بعض، يبقى واحد وخمسون، اثنين وخمسون، ثلاثة وخمسون، اربعة وخمسون، خمسة وخمسون، ستة وخمسون. نقرأ كده مع بعض يا حبايبي السؤال. عدد التالي، انا عطيني هنا حبايبي اعداد وعايز اعرف العدد التالي. العدد التالي يعني العدد اللي بعده، العدد اللي بعده يعني بزود واحد في خانة الاحاد. طيب انا عندي هنا اول عدد كام؟ عندي اول عدد هنا ثلاثة وخمسون. طيب بعد يا حبايبي الثلاثة وخمسون ايه؟ العدد التالي دي هيكون كام؟ اربعة وخمسون. احسنتم، برافو عليكم. طيب انا عندي تاني سؤال ايه؟ اربعة وستون، انا عايز اعرف العدد التالي ليها. العدد التالي يعني العدد اللي بعده. بعد الاربعة وستون كام يا حبايبي؟ خمسة وستون. احسنتم. بنقرأ مع بعض، تسعة وخمسون، انا عايز العدد التالي ليها هيكون كام؟ ستون. احسنتم. معايا سؤال بي اكمل، انا عطيني هنا عدد وعايزة اشوف هو كام احاد وكام عشرات. انا عطيني هنا العدد بتاعي كام؟ ستة وخمسون. طيب انا عايزة اشوف يا حبايبي الاحاد هحط فيها كام. انا قلت ان اول بيت بيت الاحاد، طيب في الاحاد هحط الرقم كام؟ هحط الرقم ستة. طب وفي العشرات هحط الرقم هي خمسة، لان العدد بتاعي كام؟ ستة وخمسون. طب كده يلا بينا حبايبي نشوفوه مع بعض. انا عايزة احطه في اطار العشر خانات، عايزة احطه في اطار الايه؟ العشر خانات. طيب انا عايزة احط الاحاد لوحده واحط العشرات لوحده، في خانة الأحاد يا حبايبي هحط كام؟ هحط ستة، هحط في إطاري كام؟ ستة. يلا بينا كده حبايبي نعد مع بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أحسنتم. طب وفي خانة العشرات أنا عايزة أمثل الخمسون دي في إطار العشر خانات، أنا هعمل كام خانة؟ هي أنا قلت إن أنا في إطار العشر خانات بياخد بس عشر أرقام، طب أنا هعمل كام إطار؟ احسنتم، هعمل خمس اطارات، هعمل خمس اطارات. نعد مع بعض كده، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. انا عندي كام اطار هنا؟ خمس اطارات، وكل اطار فيهم يا حبايبي بياخد كام؟ بياخد عشرة. ابتدي اوزع واعد لحد ما اوصل للعدد خمسون. لحد ما اوصل للعدد كام؟ خمسون. دلوقتي حبايبي معاد سؤال المتفوقين، اكتب العدد ثم ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي. هو هنا حبايبي عايزني اعرف العدد بتاعي كام، وهحط علامة اكبر من او اصغر من او يساوي. نبتدي نشوف يا حبايبي مع بعض، في كفة اليمين كام وفي كفة اليسار كام. اول مثال معنا، في عندي هنا اطار العشر خانات، هعد وهشوف العدد بتاعه كام، هكتبه فوق عشان خاطر منساش، لان انا مش هعرف احل مسألتي كده.
واشوف الكفة اليسار فيها العدد كام وابتدي اقارن واشوف العلامة اللي انا هحطها. تاني سؤال معايا، اعطيني عدد في كفة اليمين وعدد ومعاه كلمة عشرات في خانة اليسار. احنا قلنا حبايبي ان انا مش هعرف اعمل المسألة بتاعتي كده واحلها غير لما افكها، لازم اعرف 6 عشرات بيساوي كام، هكتبها فوقيها وابتدي اقارن العددين مع بعض. اخر سؤال معايا حبايبي، انا عندي الكفتين فيهم عملية جمع، فيهم عملية ايه؟ عملية جمع. انا مش هعرف احل مسألتي كده، لازم افكها، لازم اقوم بعملية الجمع في الكفة اليمين واشوف الناتج بتاعي واكتبه فوقيها في دايرة عشان خاطر اعرف احل مسألتي، واشوف الكفة اليسار واقوم بعملية الجمع برضو فيها واحط العدد اللي هيطلع لي في دايرة عشان خاطر اعرف اقارن ما بين الكفتين واعرف العلامة اللي انا هحطها هتكون ايه. مستنية حل اسئلة المتفوقين يا حبايبي، وان شاء الله موعدنا في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.